بسم الله الرحمن الرحيم. الحشد الجماهيري الكبير أيها الإخوة والأخوات أبناء الشباب والشابات، جمعة مباركة وكل عام وأنتم بخير. نحيي هذا الحشد الملاييني من أبناء شعبنا اليمني العظيم في كل المحافظات، ويهل علينا في هذا الشهر العيد الوطني 22 من مايو، فتهانينا لشعبنا اليمني العظيم على هذه المشاعر الفياضة وعلى هذا الحماس المنقطع النظير والتفافهم حول الشرعية الدستورية. وأننا ندعو كل أبناء الوطن إلى الاصطفاف الوطني لمواجهة كل أنواع التحديات الاقتصادية والسياسية والتخريبية من عناصر أحزاب اللقاء المشترك الطاعين الطرق وقاتلين النفس المحرمة كفاكم أيها اللقاء المشترك وحلفائك، كفاكم اللعب بالنار. سيكون شعبنا مضطر في كل القرى والعزل والأحياء وإلى جانبهم المؤسسة العسكرية البطلة أن لا يبقوا مكسوفين الأيدي، سوف يردوا الرد الشافي. تعتدون على المؤسسات يوم الأربعاء تقتلون النفس المحرمة، وتعتدون على مجلس الوزراء والإذاعة، وفي الأسابيع الماضية اعتديتوا على مدينة الثورة الرياضية، وهكذا تهبوا إلى المؤسسات. هذا عمل تخريبي بنينا خلال 32 عام وتخربوا في 3 أشهر. هذه عناصر التخريب الذي تريد أن تتربع على كراسي السلطة لتذبح شعبنا اليمني، وتقطع الألسنة وتقطع الرؤوس وتقطع الطرق. كفاكم لعب النار يا لقاء مشترك ومن وراءكم من العناصر الخارجة عن النظام والقانون. سوف يضطر شعبنا أن يحمي مؤسساته وأن يحمي قراءه وأن يحمي مساكنه بكل ما أؤتي من قوة، وسنواجه التحدي بتحدي. من يريد السلطة فليتجه إلى صناديق الاقتراع. لا لقتل النفس المحرمة، لا لقطع الطريق، لا لقطع الغاز، لا لقطع النفط في مأرب. هذه ملك الشعب، ليس ملك حزب المؤتمر ولا أحزاب التحالف، ولكن هذه ثروة الشعب، ملكا للشعب، يأكل الشعب منها ويشرب منها ومرتباتكم منها. كفاكم لعب النار يا أحزاب اللقاء المشترك، هذه أحزاب تخريبية غير وطنية. ندعوكم مرة أخرى إلى الحوار البنا وتحت أي مظلة وفي أي مكان. نحن ندعوكم إلى الحوار، حكم العقل، حكم المنطق. تحياتي للملايين من أبناء شعبنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.